المنصور الدوانيقي كان موالي لأهل البيت، أو كان يتظاهر للولاء لأهل البيت، كان يستدر أموال الناس بمدح أهل البيت، كان يقرأ فضائل أهل البيت، هو هذا الرجل المنصور الدوانيقي، والناس كانوا يعطونه شيئا لأنه كان يقرأ فضائل أهل البيت. هذا الرجل كان يخدم العلويين، كان خادم في بيوت العلويين المنصور الدوانيقي، عندما كانوا يركبون كان يأتي ويسوي سرج دابتهم ويضع أرجلهم في ركاب الدابة. هو هذا الرجل الذي كان مواليا أو كان يتظاهر بالولاء، في يوم من الأيام يتحول إلى طاغوت. هذا من اللي حول إلى طاغوت؟ في يوم من الأيام يتحول إلى قاتل لأولاد الأنبياء، في يوم من الأيام يدس السم للإمام الصادق صلوات الله عليه ويقتل الإمام الصادق. من اللي جره إلى هذه الهاوية؟ حب الدنيا، هذا الشيء اللي أشار إليه الإمام الصادق صلوات الله عليه، حب الدنيا رأس كل خطيئة. واحد عندما يحب الدنيا يحب المال، يحب الثروة، يحب المرأة، يحب أي شيء في هذه الدنيا. هذا الحب أولا يعشي نظره، يمرض قلبه، يجعله لا يرى الأشياء. ليش أكو في الأحاديث الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا؟ لأن حقيقة إحنا الآن لا نرى حقيقة هذه الدنيا. هذا حب الدنيا ما يخلينا نشوف واقع الدنيا. هاي العلاقات الاجتماعية اللي عندنا ما تخلينا نشوف واقع الدنيا. ضغوط الزوجة والأولاد والحياة والدنيا ما تخلينا نشوف واقع الدنيا. ولكن في يوم من الأيام ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء. هناك واحد يفيق من غفلته، ولكن بعد فوات الأوان يفهم أن كل هذا كان سرابا وكله كان كذبا. هذه الدنيا اللي واحد فوت آخرته لأجلها كلها كانت سرابا وكذبا.